خليني اقول لك انه كل البطولات الرياضيه او كل بطولات كره القدم الكبرى زي ما بيقولوا كده طبعا مشهد الواحد جسمه اشعر، يعني الحقيقه استقبال اكتر من رائع. وخدوا بال حضراتكم المصريين في دول الخليج عموما موجودين بقوه، وجماهير النادي الاهلي حاضره بقوه، وده واحد من اهم. احمد انا اسفه المقاطعه، في ناس كانت بتقول لك ان النادي الاهلي ملوش جماهير في الخليج، فتقريبا الصوره يعني افضل رد على استقبال بيبو. الحقيقه بيبو الاسطوره، يعني في كل مشهد بيكون حاضر فيه بيكون الحقيقه محل استقبال حافل من جمهور النادي الاهلي، هتفوا له كتير جدا امبارح. ويمكن حتى كابتن خطيب بعد ما حيى الجمهور طلب منهم انه الجمهور يحيي اللعيبه ويحيي كان النادي الاهلي، زي ما حضراتكم تابعتوا مشهد اكتر من رائع، واعتقد اللي ممكن يكون اكتر منه روعه ان شاء الله جمهور النادي الاهلي اللي هيكون حاضر في المدرجات. وده واحد في رأيي أو في اعتقادي واحد من أهم الدوافع والحوافز اللي ممكن تشجع اللعيبة على أنها تموت نفسها في الملعب عشان تبسط الناس دي، الناس اللي ماشية ورا فرقتها في كل مكان، والناس اللي هتكون حاضرة في المدرجات وغيرهم مئات الآلاف اللي موجودين في كل دول الخليج هتكون واقفة وبتساند وبتشجع الأهلي، بالإضافة طبعا لعشرات الملايين اللي موجودين في كل مكان في العالم.